أولى محطاتنا راح تكون سلمى مع صوت سوري حلبي أصيل. ما فينا نحكي عن حلب وما نذكر أسماء وحناجر يمكن قدرت تخلد بذاكرتها بتعدد الأسماء، وكل صوت ترك بصمة تحولت مع الزمن لمدرسة فنية. أكيد زينب، بحلب بتحسي بالذائقة الفنية بشكل كتير كبير. يمكن هاي المي بحلب، ما بعرف، المي هون يمكن معجونة بالفن وبالأصالة. أسماء كتير ما بدنا ننسى ولا اسم، واليوم عم بيشاركنا بصباحنا غير أحد الأصوات الشابة الجميلة جدا، المطرب فارس الأحمر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير وكل عام وانتم بخير، وشرفتونا بمدينة حلب الشهبة. أهلا وسهلا فيكم. صباح الانتصار يا فارس. صباح النصر الحلبي السوري، صباح الجيش العربي السوري، صباح قائد الوطن دكتور بشار حافظ الأسد. نعم فارس، نبلش الصباح معك بغنية، يعني نفتتح هيك الصباح برواق بغنية. صباح كتير حلو اليوم من ساحة سعد الله الجابري، رح نغني شي لفيروز باعتبار نحن هلا هيك الصبحيات. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوموني. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعتلوموني. غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني. هب الهوى بكاني الهوى لأول مرة ما منكن سوا. تسلمي. يعني فارس، برغم صغر سنك بس مشوار فني طويل ومشاركات عربية وخارجية، وأيضا بحلب، وهون يمكن بس نقول إنه معنا فارس أهل حلب كلهم صاروا بيعرفوا. خلينا نبلش نحكي شوي، نعرف الناس مين فارس أحمر، كيف بلش وهيك. والله نحن يعني الأصل نحن عائلة فنية، هي شغلة تيجي بالجينات الوراثي. أنا عندي والدي حلب كلها جينات وراثة فني. أنا عندي والدي كمان مطرب، موجه له تحية الفنان بشار أحمر. هلأ نحن قلت لك يعني عامل وراثي، أمه لبابا وأبوه كذا وبابا وأنا وأختي، يعني العائلة بس. هلأ نحن من العائلة بس أنا وبابا اللي منغني يعني بشكل عام، ما تبقى في تحفظ الموضوع. بلشت انا وصغير اطلع مع بابا دائما على حفلاته، صار في عندي هيك يعني انا من صغري بحب هذا الموضوع. صار فتره من المراحل انه فتح استاذ صباح فخري معهد خاص له، فانتسبت للمعهد واتقويت هنيك، خضعت لكثير مواد موسيقيه بنخبه من اساتذه حلب طبعا، وعلى راسهم استاذ صباح فخري كمان طول الله بعمره، ان شاء الله هيك نشوفه بحلب قريبا يا رب. كان هو يعني دايما متزعم مثل ما بيقولوا الإشراف العام. خضعنا لفحص كمان، أخذت الأول بالغناء بالمعهد الحمد لله بفضل الله، وبعدين صارت المشاكل وشفتي الظروف فتسكر المعهد. بس طبعا ماي أنا بالنسبة لي شخصيا ما يئست أبدا، تميت مكمل واستمريت بدروس خاصة غير الدروس اللي باخدها من سيد الوالد، وكملت ويعني هيك مثل ما بيقولوا احتكينا بهالناس، دخلنا على المجال والحمد لله بفضل الله. الله يكثر المحبين. اكيد يا فارس، يعني نحن بنعرف انه انت كثير محبوب ومعروف بحلب وسوريا كمان. خلينا نحكي نوع الاغاني اللي انت بتستهويك، يعني عم تقول درست بمدرسه الفنان صباح فخري، هل بيستهويك النوع الطربي ولا في اغاني كشاب انت بتميل الى اكثر؟ نعم، هلا لا شك انه المطرب الحلبي بالذات رح يكون خاضع للمدرسة الحلبية اللي هي فيها موشحات والأدوار والقصائد. هلأ أنا برأيي اللي ما بيخضع وبيدرس هالقواعد الموسيقية والقوالب الصعبة فكتير يكون عنده صعوبة بالغناء، لأنه هن هدول أساس.
يعني مثل الولد صغير لما عم يربع العادات والتقاليد، هي احدى الاساسيات بالنسبه للفنان، هي كل شيء. فنحن بندرس هالمواد هي ومن اول حالنا فيها اكيد موشحات والادوار، وبعدين بنتفرع. الانسان لازم بحاجه لبصمه له، يعني يعمل شيء الناس تعرفه، مثلا طلعت غنيه مثلا هذا فارس، هذا فلان، هذا فلان. اكيد لانه نحن قد ما غنينا التراث، يعني التراث رح نحن نكون عم نقلد. يمكن تعملي لألك بصمة خاصة، ممكن رنت صوتك الناس تحبها، بس ولكن العمل للإنسان يلي بيكون خاص لإله هذا بيجذب الناس، إنه يعني بكتر محبينه، بصير متابعينه أكتر، وهو بصمة له بالمستقبل، بيقدر هوية لإله بفتل فيها العالم كله. أكيد. أكيد. يعني فارس كمان حضرتك شاركت من فترة بأوبريت كان كتير كبير. نعم. أو يمكن المخرج وفريق الأعداد محضري لنا مادة، ما بعرف إذا الأستاذ نابغ عم يسمعني، نحن بنقدر ناخد المادة لفارس. يلا خلينا نسمع جزء من الأوبريت ونرجع نكمل حديثنا. أكيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، شفنا يمكن شوي من الأوبريت اللي شاركت فيه مجموعة مع مجموعة من الشباب الحلبيين الموهوبين. نعم. مع الغرفة الفتية جيسي آية. خلينا نحكي شوي عن هالأوبريت. هلأ الأوبريت هو عمل يمكن شفنا وشافوه، عمل غنائي جماعي بضم شباب حلب يلي كانوا ضمن الأزمة، أنه هن يوقفوا على مسرح القلعة اللي هي وقفة كتير يعني بالنسبة لأي فنان هي حلم. وأنا الحمد لله يعني بفضل الله كنت على خشبة مسرح القلعة قبل هذا الميدلي بحفلة لألي كاملة في مدينة حلب، كان فيه أكثر من 5500 شخص. فيما بعد خبرني أستاذ رافي فأس، هو موزع موسيقي، هو ابن عمتي بيكون بنفس الوقت، قال لي إنه في هيك فكرة للجي سي آي، بدنا نعمل ميدلي ضمن فعالياتهم. قالوا ما في مشكلة،
تعاوننا بالموضوع، حطيت البرنامج انا طبعا اشرافات العامه، بعدين نفذوا استاذ رافي واخذ معنا وقت شوي واخذ مجهود، هو فيه تعب كثير بالنسبه لل لنحن. انا يمكن كتبت الاغاني وطرحت الفكره نفذوا استاذ رافي، بس كثير تعذب لانه يعني بتعرف في خامات مختلفه واصوات وطبقات كذا، اكل معه وقت كثير جهد، بس يعني بعدين صار في حصيله جهود كثير انبسطنا فيها وشفناها بعيون الناس على المسرح، فكان كثير عمل محترم وكثير عمل هيك كلاس واكابر لي بالنسبه ل يعني مجموعه شباب عم بيغنوا تراث بلدهم اللي هو اللون الحلبي اكيد. طيب فارس، بما انك حكيت كمان يمكن عن خامات الصوت بشكل عام، حضرتك من الخامة اللي بتجيد الغناء اكيد الطربي، هذا الشيء يمكن بتلاقي فيه صعوبة حاليا يمكن مع كتاب الكلمات، لانه ممكن تختار شيء شوي يكون فيه مثل ما قلت بلمستك، بس وخصوصا مثل ما عم نسمع هلا بهي الاوقات يعني كثير الاغاني ما بتناسب هذا الصوت. مزبوط عم تحكي هلا، لانه للاسف لقلك شغله، اللون الطربي صار اختياره 10% واللون الثاني صار اختياره 90%. فهلا نحن انا بدوري كشاب عم بعمل اغاني وبانتج يعني بميل شوي، يعني بدي مش كون واقعيين شوي، نحن بدنا نواكب الزمن والعصر، بدنا نراضي جميع الاذواق، يعني في الشباب والصبايا هن الجنس اللي مثلا بدهم يسمعوا اللون الثاني، هلا ما كل الخامات تقدر مثلا فيها تغني هذا اللون، هلا في خامات تقدر تغني بس طرب خلص، يعني صوتها ملبس على مثل ما بيقولوا لابس ثوب الطربي اجباري، ما فيها تغني يعني غير الوان. هلا يلي عنده قدره بصوته انه يغني غير الوان انا بالعكس بشجع، لانه كله بالنهايه موسيقى وكله الانسان هو بيحط لمسه الفنيه تبعيته، هو اللي بيعطيها نكهه للناس حتى تسمعها. وفي صعوبه اكيد باللون الحلبي لانه مثل ما قلت لك الكتاب القديمين لهم هالعقليه ما ضل منهم، ما بيعجبهم شيء. ايوه ما ضل اكيد اكيد. فارس لكن سمعنا شيء من وحي حلب هيك على ذوقك؟ اكيد هلا رح نغني شيء اليوم رح اقوله بالفعاليه، اليوم في عندنا فعاليات مصر الثانيه اليوم المره الثانيه على مسرح النقابه، نعم مع نخبه من النجوم، في معنا الاستاذ عصمت رشيد اجانا من الشام اهلا وسهلا فيه، والست رنا معوض، الاستاذ احمد خيري. هلا رح نغني شيء من ضمن الفعالية اليوم كمان لحلب. يلا كلنا سوا. الروزنا الروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها، يا رايحين لحلب حبي معكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح، كل مين وليف معه وانا وليفي راح، يا ربي نسمة هوا ترد ولف لي عالروزنا عالروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها. يسلم هالصوت، يسلم هالصوت يا فارس. يسلم يا الله يخليكي. طبعا ما بننسى نقول انه الفعالية اليوم بمسرح النقابة بقيادة نقيب فنانين حلب الأستاذ عبد الحليم حريري، نحن بنفتخر فيه شخص راقي جدا، والفعالية اليوم موسيقيين وكل ما شابه ذلك بشكل فني وموسيقي تحت إشرافه. طبعا نوجه تحية لما بننسى أكيد الذكر للداعم الذهبي، نوجه له تحية من القلب، تحية محبة وزير الإعلام السيد محمد رامز ترجمان، المؤسسة العربية للإعلان، محافظ حلب، نوجه لهم تحية كتير كبيرة ومنهني باسمنا واسمهم حلب وسوريا كلها بالنصر أكيد. نعم أكيد نشكرك فارس على هالصوت وموفق اليوم بالمناسبة العظيمة اللي كلنا عم نحتفل فيها، هي أكيد مرور عام على انتصار حلب. شكرا لوجودك معنا. الله يخليكي. شكرا للصوت الحلو، موفق بالأشياء المقبلة. الله يخليكي، شرفتونا بحلب، كل عام وانتم بخير. شكرا لأخبارية السورية وشكرا لكم أكيد. شكرا لك فارس، إن شاء الله على طول بتبقى هيك حلب مزينة بهالأصوات الحلوة مزينة بأهلها. شكرا كثير لك. الله يخليكي منورة بوجودكم. تسلمي.